السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة يونس العالمي. اليوم جبت لكم وصفة سهلة بمكونات بسيطة متوفرة عند كل واحد فينا في داره، معقودة بالفروماج. وندوزو دابا المقادير وطريقة التحضير. كنحتاجو 5 البطاطات مسلوقين ديجا من قبل ومنقين على هذا الشكل، والبطاطا دي خصها تكون سخونة باش كتجينا سهلة في الداق. كنحتاجو ملعقة ديال الإبزار فلفل أسود، ملعقة صغيرة ديال الفلفل حار على حسب الذوق ديال كل واحد، اللي ما كيبغيش الحار يستغنى عليها، ملعقة صغيرة ديال التحميرة، وملعقة صغيرة ديال الثومة مجففة بودر. ملعقة صغيرة ديال الملح. وملعقة كبيرة ديال المعدنوس مقطع. ودابا ندوزو نخلطو المكونات مع بعضياتها. نبداو نضاقو في البطاطا على هاد الشكل هذا. كنبداو نضاقو حتى كنحصلو على شكل عجين، على شكل عجين على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا. وهذا هو الشكل النهائي ديال العجين ديالنا، كتجي على هاد الشكل. كناخذ قليل من العجين كنكوروها، من بعد كنوضعوا دائره في الوسط باش نديروا الفرماج على هاد الشكل كما كتشوفوا. كنبداو كونوا دائره على هاد الشكل، غير شويه شويه، وكنستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوا العجين كامل. كنديروا دائره في الوسط، كنديروا فيها الفرماج، كنزيدوا عليه العجين وكنكوروها لهذا الشكل. نبقى مستمرين حتى كنسالوا العجين ديالنا كامل. وهذا هو الشكل ديالها. من بعد ما سالينا العجين ديالنا كامل حصلنا على هذا الشكل. كنديروها في السلوفان، ندخلوها للثلاجة لمدة ديال 30 دقيقة حتى كنتربوز لنا العجين ديالنا. كنغطيوها مزيان باش ما يدخلهاش البرد. ندوزو لدابا طريقة تحضير لاصوص. كنحتاجو زلافة ديال الطحين فورس، ملعقة صغيرة ديال الخميرة، ملعقة صغيرة ديال الإبزار فلفل أسود، ملعقة ديال الملح صغيرة، ملعقة صغيرة ديال التحميرة. كنخلطو العناصر مع بعضياتها كنبداو نضيفو الماء تدريجيا وكنخلطو بالطراب اليدوي حتى كنحصلو على لاصوص. كنبداو نخلطو غير بشويه، نخلطو مزيان باش ما يعطيناش شوك الكويرات، وكنزيدو الماء تدريجيا. وهذا هو لاصوص ديالنا اللي حصلنا عليه. كنديرو للسلوفان وكنوضعوها تخمر لمدة نصف ساعة. ندوزو دابا للقلي. كنوضعو الزيت في مقلاة حتى كيسخن مزيان على نار متوسطة
من بعد كنشدو معقودة كنديروها وسط لاصوص اللي حضرنا من قبل وكنبداو نوضعوها في المقلاة. حتى كنحصلو على اللون الذهبي نبداو نصبغها على هذا الشكل. نوضعو معقودة الخليط هكا كنقلبوها على جوج جوايه باش تخلط لنا معقودة ديالنا مزيان مع داك لاصوص. كنسقطوها وكنستمر حتى كنساليو الخليط ديالنا. هنا من بعد ما قلبناها كتجي على هذا الشكل تعطينا لون ذهبي. هذا هو الشكل النهائي ديال المعقودة، كتجي هشيشة ولذيذة. كنتمنى تعجبكم الوصفة اليوم، وما تنساوش الاشتراك والضغط على الزر، وشكرا.